تمريرة بخارج الساق اليمنى، فنية ذكية، تمريرة خليفة هي الاستقبال من غازي العيادي، لمسة في مرمى معز بن شريفية. الترجي يسيطر والنادي الافريقي يسجل في هذا الدربي 122 في 35 دقيقة لعب. كرة المباراة في الشوط الأول، الأخطر على مرمى بن شريفية بتمريرة والأروع من صابر خليفة ولمسة لغازي العيادي تباغت بن شريفية. أول هدف لغازي العيادي هذا الموسم مع النادي الافريقي، واول هدف في هذا الديربي. والكره تعود من امين النبزي الى معز بن شريفية. زاويه اخرى وصوره اخرى وتفاعل جماهير النادي الافريقي الحاضره. دخل من بلال اللعيفه، ترجع كره بوزيمبال، حسين الراقد، شمس الدين الذوادي في المساند، تصويبه، هدف التعادل، هدف التعادل لشمس الدين الذوادي. شمس الدين يعدلها في الدقيقة 45 زائد 2 من كرة راجعة. دوزيامبال من حسين الراقد يلعب على شمس الدين الذوادي، تصويبة في القائمة الثاني، يباغت عاطف التخيلي وتفاعل وفرحة جمهور الترجي بهدف التعادل للترجي في الوقت البديل. كم هي مجنونة هذه المباراة، كم هي مهبولة هذه الدربيات، كم وكم 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 من هدف من هذا الجانب وذاك. بطبيعة مع أول حاجة نهدي الانتصار هذا للجماهير الترجي كل هي اللي تستاهل الفوز هذايا، وكانت وراها الفوز هذا اللي خلينا نخزر المستقبل بكل معناها ثقة في النفس. قلت يعني الأجواء كانت يعني طيبة، لكن ما شفناش كرة قدم كبيرة برشا، لكن عموما اجينا من أجله هو ثلاث نقاط جسمناها، وكما قلت كنا مسيطرين على مباراة اللقاء الكل.